السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم أينما كنتم. للتاريخ نلتقي بكم في حلقة أخرى نسلط فيها الضوء على مجريات الأحداث منذ سقوط الصنم عام 2003 وإلى يومنا هذا، ونمر بمرحلة الدستور وكتابة الدستور وما آلت عليه الأمور. إذن ليس من الضروري في كل حلقة بأن تكون فقط الشخصية السياسية هي المساهمة والتي لها تأثير وبصمة في الشارع العراقي، ربما تكون شخصية وطنية أو رمزا تاريخيا أو حتى عشائرية، لكن ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو شخصية سياسية كان لها بصمة في الشارع العراقي. إذن دعوني بداية أرحب باسمكم بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عامر الخزاعي، وزير الدولة لشؤون المصالحة السابق وعضو مجلس النواب الحالي. مرحبا، الله يسلمك. حياك الله. إذن دكتور، يعني حوارنا لا نريد أن يكون هو حوار تقليدي، ولسنا حتى بصدد استفزاز الدكتور عامر، لكن فقط نريد أن نسلط الضوء على مجريات الأحداث ونأخذ الأحداث بالتسلسل ونركز على صورة العراق الجديد، لتبقى هذه الأمور يعني كتذكار ربما يتذكرها الأجيال ويتم الاستفادة منها في السنوات القادمة. لنبدأ من أمريكا، هل فشلت أمريكا بإسقاط النظام البعثي عام 1990، أم أن كان قيام الانتفاضة الشعبانية كان لها سبب لتأجيل إسقاط النظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، تحية لك وللسادة المشاهدين، كما أعزي جميع المسلمين باستشهاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسؤالك جدا دقيق، أنا شاهد من شهود العصر هذا في الانتفاضة الشعبانية، وكنت من قادتها في الجنوب في البصرة وفي الناصرية. نعم. وفي يوم من الأيام عندما عبرت من الأهوار بعد انتكاسة الانتفاضة وجئت على الطريق بين الناصرية والبصرة، وأنا والعائلة وكثير من عوائل الانتفاضة، مساء هبطت علينا طائرة. نعم. يبدو صار لهم علم هذه الطائرة، لم أكن أعلم، أنا ما كنت قد شاهدت في ذلك الوقت شوارزكوف. شوارزكوف كان قائد القوات الأمريكية في يعني قائد المعارك الأمريكية. نعم. في العراق. نعم. وذاك الوقت ما نقدر نشوف، لأن التلفزيون كان شاشة واحدة ما يظهر بها إلا صدام، ولا فيها إلا يصفق لصدام. صحيح. ماكو شيء تشوف الصورة مالته. نعم. ربما كنا نفتح على مونت كارلو وعلى غيرها من الإذاعات ونسمع، ولكننا لا نرى شكلا. فأنا تفاجئت بنزول الطائرة، وقالوا هذا قائد القوات الأمريكية شوارزكوف اجي مباشرة علي. سألني سؤال، كان الحديث باللغة الإنجليزية، سألني سؤال، قال أنتم شو تريدون؟ قلت له تسمع أصوات، هذا الكلام يصير نسمع أصوات منين؟ من الرميلة والشعيبة في المنطقة، لأن كانت أسلحة وبقرارات من الأمم المتحدة تفجر الأسلحة الثقيلة. قلت له أنت قاعد تسمع أصوات تفجيراتكم للأسلحة الثقيلة؟ نعم. قال إيه. قلت له هاي الأسلحة الثقيلة إحنا نريدها، وإحنا نحن قادرين على إسقاط رأس النظام. هذا النظام قادرين على إسقاطه، وأنت تشوف شعب ب 14 محافظة نهض، وبالتالي نحن قادرون لوحدنا على إسقاطه، على أننا هذه الأسلحة من أموال العراق ومن نفط العراق، وبالتالي الآن تفجر، المفروض أنتم تعطونا هذه الأسلحة، أسلحتنا ثقيلة ونحن قادرون على إسقاط النظام. طبعا سكت. قال هذا القرار سياسي وليس قرارا عسكريا. نعم. قرار من يعني من بوش، يفترض كان بوش الأب في ذلك الوقت. نعم. قلت له زين، أنا أسألك سؤال، أنتم قلتوا إحنا جايين نحرر الكويت. طيب، هذا تحرير الكويت، وصلتم بلغتم تحرير الكويت، لماذا أنت الآن داخل بقواتك إلى العراق؟ إلى العراق بين الناصرية والبصرة، الآن أنت ما أخذ محتل هذه المنطقة، هذا الشارع الرئيسي، هذا الشارع العمومي، أكو منطقة كانت السكة الحديدية وهذه السكة الحديدية اللي تربط، أنت ليش احتلت العراق بهذه الطريقة؟ نعم. قال إحنا بعد 3 أيام، هذا نص تاريخي. نعم. بعد 3 أيام سنطيح بصدام، 3 أيام نطيح بصدام، إنزال كالذي حدث في نيروغا. أه. يعني ويبنما ماكو. نعم. مع نيروغا. نعم. نفس الإنزال نسويه ونطيح بصدام، ما لم يوقع صدام على وثيقة السلام. كان جوابي إليه، قلت له سيوقع صدام لكم على ورقة بيضاء.
فعلا وقع صدام في الليلة الثانية على خيمة في خيمة صفوان على الورقة البيضاء. هذا حصل بحيث واحد قال لي أنت إذا كان كذلك فأنت مكانك مو هنا، لازم تبحث عن المواقع اللجوء. نعم، هذا الذي حصل. أمريكا هكذا. بعدين ظهر في فيلم إذا تذكرين، فيلم حرب الخليج اسمه، طلع به شوارزكوف يتكلم، واحدة منها يقول خدعني النظام، قال أنا أريد أن أطير طائرات زراعية لمكافحة الآفات الزراعية. طيب، وإذا به يضرب المتمردين. هو يقول هو الحقيقة أعطوه بنزين الطائرات في حينها. نعم. لأنه وجدوا أنها ثورة عارمة شعبية بها الطابع الإسلامي هو الطابع الغالب، هناك لديهم مخاوف كثيرة من هذه. نعم. فأجلوا عملية إسقاط صدام من 91 حتى 2003. طيب، يعني ألم تكن هناك خارطة طريق في المنفى لإنقاذ العراق من خطر ما بعد الاحتلال؟ يعني فكرنا اليوم بموضوعة إنهاء وإسقاط صدام، ألم تكن هناك خارطة للخلاص من الاحتلال؟ أمريكا دخلت إلى العراق باسم الاحتلال. نعم صحيح، دخلت هي باسم المساعدة لكنها احتلت العراق، واقعا ظلت هي في العراق محتلة للعراق. نعم، هو هذه المساعدة وهذا الجمود في العملية، وبعد أن نهض الشعب العراقي في الانتفاضة نهضة كبرى، ومع هذا كبحت الانتفاضة، دب اليأس في بعض نفوس المعارضة، في بعض نفوس القادة، ولذلك ذهبوا إلى السفارات كما نقول بعضهم، منها السفارات الأمريكية هؤلاء، وذهبوا يتفاوضون، والمعارضة نشطت سياسيا بعد الانتفاضة. كان هناك أيضا جمود، كان عمل للمعارضة ولكن لقاءات نشطت. المعارضة كانت في إيران وكانت في سوريا وكانت في لندن بهذا الشكل، ثم بعد ذلك بعد الانتفاضة نشطت فصارت سوت لجان وقوى أخرى وتحالفات، ومنها إذا تذكرين في عام 92 كان مؤتمر صلاح الدين اللي هو المؤتمر الوطني العراقي. كان هذا المؤتمر قبل المؤتمر الوطني العراقي، عقيب الانتفاضة كان مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت، وكان يترأسه السيد جواد المالكي أنذاك اللي هو أبو سراء المالكي اللي هو نوري كامل المالكي. كان يترأسه أول مؤتمر للمعارضة العراقية كان في بيروت أنذاك. ثم لملمت شتات المعارضة، لكن هناك اختلافات في وجهات النظر عن عملية إسقاط النظام العراقي وآلياته وطرقه. منهم من ذهب إلى أنه دعوا النظام يسقط بأي طريقة أخرى ثم بعد ذلك نلملم شتاتنا. طيب، ومنهم من قال بأنه يسقط رأس النظام. نعم. وحكومة النظام وكبار مسؤولي النظام ونحافظ على هيكل النظام الدولة. هيكل النظام الدولة، ثم بعد ذلك يصار إلى إحلال في قوانين في عزيل في إلى آخره إلى آخره. كانت وجهات نظر مختلفة. انتهت، أنا كلش اختصر زمن، يعني زمن. نعم. طويل اختصره بالتأكيد. هذا إذا وصل إلى مرحلة مؤتمر لندن إذا تذكرين. نعم. مؤتمر لندن قبيل عملية سقوط النظام، انتهت إلى أنه القوى الستة تتفق مع الأمريكان ومع الحلفاء، نقول تحالف دولي، صار تحالف بالتأكيد. دولي إلى عملية إسقاط النظام بكيفما تكون الطريقة. إحنا كان عندنا اعتراض على هذا. نعم. نحن في حزب الدعوة الإسلامية ذهبنا، وذهب كان في حينها السيد الجعفري. نعم. كان الناطق الرسمي باسم حزب الدعوة الإسلامية، وذهب إلى أمريكا وقال إنكم هل معقول إذا كان الرئيس الأمريكي دكتاتور تضربون كل البنى التحتية الأمريكية حتى تغيرون الدكتاتور؟ إذا كان لابد من إسقاط النظام، نعم نحن مع إسقاط النظام ومع إسقاط هذه المنظومة التي خنقت العراق وخنقت العراقيين، نعم، ولكن ليست حربا على العراق بشمولية، ليست تدمير للبنى التحتية. ما علاقة الجسور بالقضية؟ ما علاقة البنى التحتية بالقضية؟ ما علاقة الإمكانات والمؤسسات الدولة التي بنيت لخمسة وثلاثين عام أن تهدم ثم ماذا نفعل نحن؟ نبني من جديد؟ فكان الطريقة أنه مؤتمر لندن هو الذي ذهب، اللي هم يعني قوة ستة. طيب. كرديين والسيد علاوي والسيد الشلبي والأخوان في المجلس الأعلى، ويمكن الملكية الدستورية كان اللي هو السيد الشريف. نعم. كانوا في مؤتمر لندن، ثم صار قرار، صار القرار أن يأتون والأمم المتحدة في حين ما وافقت. طيب.
ثم بعد ذلك عندما دخلوا أقرت الأمم المتحدة بأن هذا احتلال، وبالتالي لا بد أن يتعامل على أساس الاحتلال. نحن في دراسة للواقع العراقي وبعد معرفة هنا تفصيلية عندما دخل الساسة اللي هم كانوا يعملون خارج العراق وتفصيلية، صار قرار في المشاركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عملية سياسية مشتركة على علاتها. هذه العملية السياسية حاولنا أن نمشي معها وصار يعني صار اللي صار. ثم كانت الخطة اللي تفضلت بها بسؤال خطة عملية التخلص من الاحتلال كانت الخطة السياسية وليس خطة عسكرية، انتهت إلى التفاوضات وكان المفاوض العراقي قوي في حينها حتى أخرج المحتل في عام 2011. سنأتي إلى الأحداث هذه، لكن قبل أن ندخل في الأحداث هذه، يقال بأنه السبب تدهور الأوضاع في العراق هو عدم التوافق في وجهات النظر بين فصائل المعارضة آنذاك، هل هذا السبب حقيقي؟ هو صحيح، والمفهوم التوافق هنا هو مو عدم التوافق، ما يراد التوافق، وإلا يفترض أن نتوافق على أشياء وثوابت عراقية ثم بعد ذلك أن نختلف في التفاصيل أمر طبيعي. نعم. يعني إحنا ما نتوافق على وحدة العراق وعلى سيادته وعلى استقلاله من الأجنبي وعلى المواطن الأصل أن العراقي يساوي العراقي، المفروض نتوافق على ذلك. نعم. نعم، كان هناك حيف من النظام البائد على الكرد وحيف على الشيعة وحيف على المعارضين من السنة أيضا، معارضين. نعم. صارت قضية محمد مظلوم في الأنبار، صارت أعدم النظام كثير من رجالات السنة من رجال الدين. نعم. أعدم، لكنه بالمقارنة بالنسب طبعا لا تقارن، ولكن بالنتيجة هو النظام ما يعرف ما تعامل لسنيته أو لشيعيته أو كذا، لا النظام تعامل بعدوانية ضد كل من يعترض على سلوكه وعلى منهجه. هذه الطريقة، وبالتالي احنا المفروض نتفق على هذه. ثم بعد ذلك بطبيعة التفاصيل اكو نظم، هو نظام ديمقراطي. طيب. اولا عندنا خياراتنا، هل نبقى على نظام الفرد ام نظام الديمقراطي، نظام الاستبداد او الديمقراطية؟ قطعا الديمقراطية، لان شبعنا من كل الاستبدادات. ثانيا الديمقراطية لها آلياتها معروفة بالعالم. نعم. اللي هي الأخذ برأي الأكثرية واحترام رأي الأقلية بعد أن تنضج كل الأفكار والآراء والنقاشات وتؤخذ في الموضوع ثم يصوت عليها، وهذا هذا صناعة القرار. صناعة القرار في الديمقراطية هذا. طيب. يجتمع مجموعة يناقشون بعدين يصلون، إذا توافقوا فتوافقوا فبها. طيب. وهذا طبيعي، إذا لم يتوافقوا فبالأكثرية. يعني إذا هم 5 و3 على طرف و2 على طرف، فيأخذ برأي الثلاث ويحترم رأي الاثنين، وهكذا. هذه سنة عالمية الآن. طيب. فأما تقولوا لي توافق، نتوافق ماذا نتوافق؟ هذا الصغير سياسيا، مو صغير الإنسان. نعم. العراقي مو صغير حتى يصير وضع، بس هذا الحجم السياسي حجم معين. نعم. يريد يصير مثل ذاك الكبير، ما ممكن هذا التوافق على هاي. يتصور أن هذا إذا صار مثله يمنع استبداده. هو الاستبداد يمنع في الطريقة الديمقراطية وفي طريقة التوقيتات الزمنية. يعني واحد إذا 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 انحرف به المسار وصار مستبدا في أقصى مدة قد يصير 4 سنوات غير. نعم. وهذا وبعد واحد ما راح يستبيد المفروض. ليش؟ لأنه هو يريد جماهير. نعم. يريد شعب، وبالتالي الاستبداد الشعب يرفض الاستبداد، عاش الاستبداد يرفض الاستبداد. نعم. فإذا في أقصاه نفرض. نعم. في أقصاه يكون 4 سنوات وتنتهي القضية، بعد الشعب يلفظه. نعم. ما معقولة، الشعب ما يريد المستبدين. يعني إذا إحنا نصطرع هنا، إذا هذا الصراع القائم هذا بروق مطامع لاحت لنا. نعم. تلك هي الحقيقة، صارت مطامع أخرى، صارت أموال، صارت سلطة. الذي يمارس السلطة من حيث لا مبدئية هذا ينتهي إلى هذا الذي ننتهي إليه، إلى الصراعات، يذهب يرتبط بدول إقليمية وأجنبية. يدفعون له المال الكثير، هذا المال يسقط دول. نعم. وإحنا شاهدين على قضية أمامنا، جو بايدن بالمحاضرة مالته حكى، قال يا أنا مع أصدقائي في قطر ومع أصدقائنا في السعودية التمويل مولونا المال الكثير، هذا التمويل إلمن لإسقاط النظام السوري، ثم هذا التمويل لإسقاط النظام السوري لنكون إحنا نعطي معارضة معتدلة. وأنا اتفقت ويا صديقي أردوغان، هو عليه اللوجستيات والأبواب، فتح أبواب تركيا إلمن. نعم.
حتى يدخلون الإرهابيين. هو يسميهم مو إرهابيين أول مرة، يسميهم معارضة معتدلة. يقول بس هاي أسلحتنا اللي اشترينا بها، اللي هي منين؟ هي من السعودية ومن قطر. اللي إحنا أرسلنا الأسلحة وين راحت؟ وقعت بيد النصرة وبيد داعش. يعني هو هاي قضية ما يراد لها يعني مرتبة. لا لا لا، قصدي ظهرت على لسان نعم ثاني مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم هذا واضح، الصورة عندنا واضحة. فإذا احنا اليوم ننتظر خاصة يعني على ان شاء الله على المشارف في الموصل ونهاية مرحلة داعش. احنا ننتظر الآن توحد العراقيون، اللي ما يتوحد واللي عنده رأي آخر واللي مرتبط بأجندة خارجية لا بد يحسب حساباته الآن. نعم، إذن سنكمل الحوار مع الدكتور عمرو الخزاعي ومع مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل. إذن عدنا معكم مشاهدينا الكرام ومع ضيف حلقتنا للتاريخ لهذا اليوم الدكتور عمرو الخزاعي. دكتور، لنعد إلى 2003، تخريب سلب نهب حرق مؤسسات دولة حل الجيش العراقي، تعدي على أموال الدولة وممتلكاتها، تخريب حتى للبنى التحتية، حالة من الفوضى سادت يعني بغداد بالذات والمحافظات الأخرى، أدت إلى انهيار كبير وما زلنا إلى اليوم هذا ندفع الثمن. لكن كل هذه الموضوعات جرت في صمت وهدوء حتى من الساسة العراقيين الجدد. لماذا هذا الصمت إزاء هذه الفوضى الكبيرة؟ يعني ماذا تريدين مثلا أن يقول السياسي عن شعب تألم واحترق منذ 91 إلى 2003، فضلا عن قبلها الإعدامات والمقابر الجماعية. نعم. لكن من 91 إلى 2003 زاد فد شيء عليها اللي هو الحصار. تألم كثيرا، من الطبيعي أن ينفجر بهذه الطريقة النفسية. فجر، مو أبرر. نعم. مو أبرر، لكن هذا الواقع الذي حصل. يعني عاش عمره هو تحت الكبح. طيب. خرج من عنق الزجاجة وانفجر بطريقة نعم سلبية تعبر عنها، لأنه تدرين الحصار ما تتنازجه. بالنتيجة بشكل أو بآخر حصل الذي حصل. هذا بقى تكرس جزء من هذه الثقافة التي تأخرت، يعني تأخرت ويانا، صارت بعد السقوط بعد سقوط النظام انفتحت الوضعية، اختلفت، صارت حرية. تدرين حرية مطلقة. نعم. فيما هي ما المفروض أن تعطى مطلقة، المفروض أن تعطى بالأقساط لحين ما تصير ذروتها الإنسانية تبلغ ذروتها الإنسانية. الذي حصل لا، صارت حرية مطلقة، انفتحت الفضائل بدل ما كانوا يشوفون شاشة واحدة، الرئيس الواحد، أبو حلا، والد حلا، عم حلا، إلى آخره. نعم. بس هذا ماكو شيء. نعم. آخر شافوا على كيف كل ساعة يفتر يجوز يلقى هاي وين، هاي وين، هاي عربية، هاي الحرة، هاي الأخرى، هاي. نعم. هاي الجزيرة، هاي يشوف العالم، آخر يشوف العالم. وصار له حرية يتحدث. نعم. اختلفت القضية، إيجابية فيها جزء كبير، لكنه في نفس الوقت لا تخلو من سلبيات ترسبت في الضمير الإنساني العراقي بعد 35 سنة من القهر والحرمان. هذا لذلك ما نحكي عليه. ليش؟ طيب. نحكي عليه؟ ليش نحكي عليه؟ بس مسؤوليتنا شنو؟ مسؤوليتنا أننا ننقذ هذه الحالة. نعم. مسؤوليتنا أن نعيشها ونؤسسها عندما تبنى دولة مؤسسات. طيب. مسؤوليتنا أن نقنن مفهوم الحرية إلى درجة لا نحجب الحرية، لكن الحرية تقنن، الحرية مع احترام الآخر، الحرية مع كرامة الإنسان. نعم. الحرية بها قيم أخلاقية والتزامية. هذه الحرية، لا الحرية التي تسيء إلى الآخر. الإساءة ليست صفة ولا عنصر من عناصر الحرية. نعم. طيب، لنعود اليوم إلى الساسة العراقية وإلى ساحة السياسة. بول برايمر نقل عنه بأنه قال عندما اجتمعت بالنخبة والساسة العراقيين الذين كانوا بعد السقوط، وجدت بأنه همهم المادة، همهم المناصب، همهم الميزانية، همهم حفظ حقوقهم أكثر مما هو همهم العراق وكيفية النهوض بالعراق الجديد. والله ما مدى صحة هذه المقولة؟ بتقديري أنا كنت في حينها كنت وكيل وزير الصحة. طيب. وبتقديري الأمر
إذا كان بول بريمر ذكر هذا في مذكراته فهو واضح للطعن في العراقيين وهو خطأ كبير. وليست كذلك، لأنه الامتيازات ما وضعت في زمن بول بريمر، الرواتب العالية مو وضعت في زمن بول بريمر. كانت رواتب نعم بالمقارنة، أعلى راتب كان يصير 2000 دولار إلى 3000 دولار في وقتها. نعم في وقتها ما صار 10 ملايين دينار لو 9 ملايين دينار لو. بعدها في الفترات اللاحقة بالذات في فترة السيد علاوي في مرحلة انتقالية صار قانون أو قرار اسمه القرار 9، وكان زمن السيد علاوي كما هو زمن السيد بول بريمر، يعني هو فترة تشريعية وتنفيذية في نفس الوقت. طيب. فالقرار كان يأخذ قوة التشريع القانون. هنا في هذه الفترة صارت امتيازات. واحد يقولها تكون أنه ذول يهتمون هذا على من عبر السيد بول بريمر. أنا لا أستطيع النفي المطلق، النفي المطلق لا أستطيع، بس أقول الامتيازات ما حصل في ذلك الوقت. كان قضية هذا فيما يخص الامتيازات تناسبية. طيب فيما يخص المناصب، هل كان هناك تنافس بين الأحزاب؟ طبعاً هذا اللي يعكس هذا الموضوع أمام بول بريمر. هذا بلا شك هذا قائم التنافس. هذا قائم. نعم. التنافس، لأن بصراحة كل حزب يعبر عن موقفه، هو يريد يعطي برنامجه. طيب هاي مو شرط القضية ذميمة مطلقة. أنت صاير حزب، شنو أنت مرة تتنازل بطريقة صحيحة للعراق، هذا كلام صحيح وهذا ما فعلناه نحن. نعم. في حزب الدعوة الإسلامية عندما أعطينا الإخوان في التيار الصدري 4 مواقع أو 5 في البرلمان العراقي في ذلك الوقت عندما توقفوا على عدد من النواب. نعم. فأعطيناهم من حصتنا. طيب. هذا جزء طبيعي جدا. أما لا تقول تفضل أنا بطل، أنت ليش مشتغل وعمرك أنت تقارع النظام؟ معناها أنت عندك خطة وأنت عندك نظرية وأنت عندك نظرية في المجتمع، تريد تطور المجتمع، أنت عندك نظرية في كثير من الثقافة الاجتماعية والثقافة السياسية وتريد تنتقل انتقالة. إذا تجي وتقول تفضل يا أخي يعود بيك، ما يعود إلى مراحل ربما أسوأ من السابق. نعم. طيب مسؤولون أمريكيون تحدثوا ما قبل وبعد انتخابات 2014 قالوا بأنه يجب أن يعني يستبعد فيما بعد الفترة المقررة سيد المالكي من المنصب، أن لا يتولى منصب آخر أو دورة أخرى. هذا الكلام قبل انتخابات 2014 وبعد انتخابات 2014، والكلام كان من مسؤولون أمريكيون. اليوم المواطن يريد أن يعرف القرار بيد من، القرار العراقي، إذا كان مسؤولون أمريكيون فرضوا ووجبوا بأنه لا يجب للحاجب وإسراء بأن يتولى دورة أخرى بعد اكتمال دورته. ووجدنا مزاجية في هذا الموضوع تحكم الشارع والسياسة العراقية بلا شك. أولا القرار العراقي مجزأ، قرارنا العراقي السياسي بيد من؟ مجزأ. هناك تأثير دولي وإقليمي على القرار العراقي بلا شك، واللي يقول ماكو قرار مستقل 100% هذا مو صحيح. طيب نعم العراقيين يشتركون، لكن العراقيين يختلفون. عندما يختلفون بعضهم يذهب إلى أربابه ويتحدث معهم، وهي عملية طريقية، يعني طريقة قائمة لحد طيب. الآن. نعم. لأنه الدولة العراقية في مرحلة انتقالية، وهي ليست الدولة الآن القوية 100% حاكمة سيادتها وحاكمة استقلالها وحاكمة كل شيء حتى نقول ترفض أي قرار آخر. شيء أولا. شيء ثاني، ما يجي قرار مباشر من الأمريكان برفض فلان وفلان، ما يجي شيء مباشر، وإنما هو يصير من خلال من يتعاملون مع الأمريكان محليا وأقليميا. طيب. يعني أكيد السعودية لها رأي فتعبر من خلال أمريكا، قطر لها رأي، تركيا لها رأي، الكرد لهم رأي، وبالتالي هناك مشكلة في الداخل قبل المشكلة الخارجية. المشكلة الخارجية الرأي الأمريكي والرأي الإقليمي انعكاس وين؟ إلى مشكلة داخلية. نعم. الإخوان كانوا في الكرد، قسم من عندهم يرفضون. نعم. التعامل بهذا الشكل، وخاصة سيد برزاني. مسعود برزاني. نعم. نعم. وغيره وآخرين، وبالتالي العراق القرار العراقي مقسم. ما تقدر أنت بمعزل أن تقرر. ليش؟ لأنه أكو ناس في الداخل عراقيين هم تعتمدهم أنت، لابد أن تعتمدهم، لابد أن تأخذهم من كورد، من سنة، من آخرين، المهم مسميات للأسف مختلفة. نعم. هذه لها علاقة برا، تسبب لوبيات برا،
ولذلك صارت قضية ونحي السيد المالكي من استحقاقات الدستورية الحقيقية. لكن كان إصرار هناك شديد على أن لا يتم تسليم السيد المالكي دورة أخرى، سواء هذا الإصرار كان من أمريكا بشكل مباشر أو حتى من، دعنا نتحدث، لا نتحدث إقليميا والدول المجاورة للعراق كقطر والسعودية وتركيا وغيرها، لنتحدث عن أساس العراقيين. يعني مثلا اليوم الكتلة الكردستانية كانت رافضة لتولي السيد المالكي دورة ثالثة، المواطن كان رافض، كتلة المواطن العراقية كانت رافضة. إذن بعد ما يحتاج شيء من أمريكا مثل ما تفضلتي. طيب. أقول هنا لماذا الإصرار على عدم تولي السيد المالكي دورة ثالثة؟ سنتحدث عن قسم آخر، مثلا الكتلة الكردستانية وبالذات بزعامة مسعود برزاني كانت رافضة لتولي السيد المالكي دورة أخرى، لكن اليوم مسعود برزاني يفرض نفسه على المواطن الكردي والشارع الكردي، وهذه المشكلة بدورة حتى ليست قانونية. هذه المفارقات القائمة في العراق، هناك إصرار، هناك مزاجية في حكم العراق. صحيح. هذه المزاجية إلى ما من؟ مختلف أنا. لماذا الإصرار على إبعاد السيد المالكي؟ هل هو خوف من نجاحات حققها؟ نعم هل هو ماذا؟ نعم. كيف يفسر؟ نعم، خوف من نجاحات بالضبط. حتى قال أحدهم إنه أنتم إذا بقيتوا السيد المالكي وصير دورة ثالثة معناها أنتم بتظلون بعد 30 سنة برئاسة الوزراء، هذا نص العبارة. كان خوف من لأنه بكل التسقيطات الانتخابية التي حصلت. نعم. هو جاء بالرقم الأعلى، وبالتالي وبالتالي يقول لك هذا بهذا الشكل، أي فرصة تتاح وتذهب داعش ويجي استقرار وكذا وإلى آخره، استقرار أمني واستقرار اقتصادي، هذا بعد القضية الناس تنتخب من ينفع. هل كان هناك خوف من قبل الناس أنه إذا أخذت دورة ثالثة للسيد المالكي سيتجه النظام إلى رئاسي ونعود إلى موضوعة رئيس واحد وكذا أم ماذا؟ لا، هو أو حتى ما يحصل رئاسي لأنه نعم يتجه إلى أغلبية سياسية وليس رئاسي. الأغلبية السياسية غير النظام الرئاسي. نعم. والأغلبية السياسية هي الأنجح للعراق، والأغلبية السياسية هي أن الأحزاب يشترك فيها من مكونات، ودعا بها دائما سيد المالكي، ودائما ندعو سياسية. ونحن ندعو دائما في الأغلبية للأغلبية السياسية. لماذا لا تحقق الأغلبية السياسية اليوم؟ لأنه احنا بالمشكلة الأصل بالمعارضة كان صب جام غضب النظام البائد على اليمن على مكونات. نعم. ضرب الكرد وخنقهم في غزات سامة، الكرد والشيعة كانت أكثر فئتين في غزات سامة خنقهم. نعم. وضرب الشيعة. نعم. ومقابر جماعية وأنا قلت أيضا ضرب السنة المعارضين منهم، هذه الحقيقة تضررت. نعم. هذا اللي حصل، النظام هكذا تعامل، النظام البائد هكذا تعامل، وبالتالي صارت المعارضة كيف تكون المعارضة؟ قطعا عندما يضرب الكرد بهذه الطريقة الأكراد يشكلون أحزابا كردية حتى يرفعون القومية. نعم. وعندما يضرب الشيعة بهذه الطريقة الشيعة شو شكلوا؟ نعم. يقومون لأنه ضربوا على، يعتقدون أنه مظلوميتهم هكذا تنطلق. نعم. من انتماءاتهم من وضعهم، فيتألف حزبهم. هذا الحزب طبعا بالشيعية بقوية. طيب. وبالتالي عندما تأتي الآن في المعارضة تأتي الصفافات، شو بالنتيجة؟ شوف التحالفات، وإذا وجدت تحالف وطني تحالف شيعي، وإذا وجدت تحالف كردستاني تحالف قومي. فإذا شو يصير قباله؟ يصير تحالف سني. هنا مقتل العراق. ما المفروض هذا يصير؟ المفروض شو يصير؟ يصير من السنة والشيعة والكرد في أحزاب. نعم. عند ذاك إذا كانت القائمة الأكبر أو يعني الكتلة الأكبر، الكتلة بها سني وبها كردي وبها شيعي والأخره بها عراقي وتركماني وغيره، بها عراقي، هنا تحكم الأغلبية السياسية. الأغلبية السياسية عندما تكون ترفع الأصوات، هاي مو أصوات شيعة لو أصوات سنة لو أصوات كرد، لا، هاي أصوات عراقيين. هذا مفهوم الأغلبية السياسية. إراد أن بعد مراحل نطلع. هل هذه الرؤية لدى الدكتور عامر الخزاعي والتي عكسها عكس هذه الرؤية هي التي جعلت الناس وجعلت أساسا يختارون الدكتور عامر الخزاعي لمنصب قيادة مشاريع المصالحة الوطنية؟ هسه بالضبط تحديدا هذا، لأنه أنا متدين اختيار الشخص خاصة في عملياتنا السياسية مو بكيف يصير، ومو بكيف يصير، وإنما هناك حزب يختار، هناك قائمة تختار، هناك مقترحات يقترح بشخصه له. بس أنا رحبت أيضا بالفكرة لأنه أعيش هاي المعاناة اللي أعيشها. نعم. ومرحب بها، وجزء من رؤية على أقل التقدير
عندي اشتغلت ما استطعت. هل هي هذه الرؤية التي يعني جعلت الجهة المقابلة تقتنع باختيار السيد عمرو الخزاعي لقيادة مشروع المصالحة الوطنية؟ هو الجهة المقابلة اقتنعت ولو كانت قضية تشكيل حكومة. نعم. وتشكيل حكومة تدرين بقضية مناصب أكثر من كون الموضوع. كان ولا زالت هي المشكلة اللي تفضلنا بها. نعم. بها قضية مناصب. طيب. وكانت هي وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، قبلها كانت وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني إذا تذكرين. طيب. وصارت بهذا الاتجاه عندما تم الاختيار الترحيب من قبلي بسبب واحد، هو هذا المشروع مشروع يجمع العراقيين، يجمع العراقيين. احنا نعمل حتى لو نحقق 5% 10% هي خطوة بالاتجاه الصحيح. صح. هذا في تقديرنا، وإن شاء الله نعمل إلى أن نحقق الأهداف. وكثير من العراقيين بصراحة غير الساسة. العراقيين الرؤوس المجتمعية، الواجهات الاجتماعية، هي ترحب بمشروع المصالحة والتسامح السلمي والأهلي بين العراقيين، لأنه بالحقيقة دخلت علينا جديدة هذه الصراع والحراك الطائفي، وهذا سني وذاك الشيعي ما كان لنا، ما كان هذا اللي احنا ردنا نرجع نسميها مصالحة مجتمعية. نعم. حتى بوقتها سوينا برنامج في الفضائيات اسمه بذور المحبة. نعم. وبوقتها كان في ربع ساعة بالعراقية باللغة الكردية نتكلم عن بذور المحبة. نعم. وسوينا مقر للمصالحة في كل محافظة من المحافظات، وبعض المحافظات الساخنة نسميها الساخنة كنا. نعم. ثلاث مقرات للمصالحة وغيرها، بحيث وكان الجانب الإعلامي من المصالحة الهدف منه أنها رسالة تبلغ لجميع العراقيين أننا كل عراقي يساوي العراق لوحده، العراقي يمثل العراق بكل مكوناته. العراقي المصالحة تمتد حيث تمتد أرض العراق وينتعش الإنسان العراقي. هذه الفكرة وهذا كان هدفنا وهذا كان شعارنا. نعم. وكتبناها واشتغلنا عليها. نعم، نجحت مع كثير من الفصائل التي كانت عنيفة. نعم. لأسباب لها مبرراتها، احنا ناقشنا المبررات وياها وجاءت معنا كفصائل مسلحة. هذه الفصائل سحبنا سلاحها، استلمنا سلاحها ليوم واحد، ليوم واحد فقط. نعم. أنا مستلم 12 تريلة من الأنبار أسلحة، ملأة أسلحة، مجموع الأسلحة التي تم استلامها 400,000 قطعة سلاح. طيب. هذا وضع سحب فتيل أزمة أمنية، هذا مو شوية. نعم. طيب، على هذا الوضع وعلى هذه الإنجازات، متابعين للشأن السياسي العراقي قالوا بأنه موضوعة المصالحة الوطنية بشكل عام، قالوا بأن المصالحة ومؤسساتها هي كذبة كبيرة لم تمنع من زيادة أعداد ضحايا التفجيرات والعنف الطائفي، ويقولون للتندر مثلا بأنه عدد رجال الصحوات ومنتسبي مجالس الإسناد فاق أعداد الجيشين الهندي والروسي، ولم يتحقق السلام ولم تتحقق أدنى نسبة من المصالحة. بماذا سيرد الدكتور هذا عمر؟ هو أنا كان رد الحقيقة عندما وأن أسألهم هم. نعم. عندما أسحب 400,000 قطعة سلاح وسلاح منها الصواريخ النمساوية والقديمة طبعا موجودة. نعم. وأكو جديدة وكل واحدة قابلة أن تكون عبوة، وتخيل العبوة عندما تنفجر كم تقتل أو كم تجرح. نعم. كم وهم 400,000؟ هذا يعني امر واضح بالرقمي، هذا رقمي بالارقام، انا اجاوبهم بالارقام. اذا هم يدعون ان قضيه الصحوات كالجيش الروسي، اولا الصحوات مشروع صار بال 2006 قبلنا. طيب. انا جيت بال 2010. طيب. الصحوات نجحت في عمليه طرد القاعده في بدايتها بال 2005 و 2006 من الانبار. نعم. هذه التجربه ايضا اضفناها كملناها الحقيقه الصحوات، وهي ليست كالجيش الروسي والى اخره، الجيش الروسي وهذا التندر هو احنا هاي صفتنا، يعني العراقيين نتندر وامر طبيعي جدا على كل حال. لكن اقول ان بالارقام حصلت انجازات. نعم. نعم، ما انتهت الى السلم، صحيح. مو هؤلاء اللي احنا جبناهم للمصالحه صاروا يفجرون، احنا منعنا تفجيراتهم، احنا اخذنا اسلحتهم. نعم. لكن داعش ظهرت وتفجر، القاعده باقيه، ما يسمى بالعناصر الاخرى المرتبطه بهم باقين ويفجرون، وهو صراع قائم ولا زال، بل احتلوا اماكن، احتلوا محافظات.
هذا أمر آخر. إذن سنتجه إلى دائرة الصراع وإلى هذا الموضوع مع الدكتور عمرو الخزاعي ومع مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل ابقى معنا. إذن عدنا معكم مشاهدينا الكرام، وما زال الحوار مستمر مع الدكتور عمرو الخزاعي حول العراق بعد 2003. وللتاريخ تأكيد ستكون هناك معلومات توثق للأجيال في حلقتنا لهذا اليوم. برأي دكتور عمرو، من المسؤول عن تصاعد الأوضاع والأحداث الطائفية في العراق بعد عام 2003؟ وهل كان برأيك يعني من الممكن بأنه يتم احتواء ما جرى؟ أنا كنت في البصرة. طيب. بداية 2003 سمعت تصريح للرئيس الأمريكي بوش يقول سنجعل من العراق ساحة لاستئصال الإرهاب. نص ويمي جماعة قلت لهم جاءتنا المشكلة، معناها هذا الوجود الأمريكي يستقطب إرهابيي العالم تحت الذرائع العقائدية لطالبان وأفغانستان وباكستان وكل المتشددين في العالم راح يجون هنا. بوش يعتقد أنه يجيبهم إلى ساحة القتل، سنكون نحن العراق أرض العراق ساحة القتل. إيه لماذا تم اختيار أرض العراق؟ هذا هو هنا، لأن القوات الأمريكية هنا، لأنه الجيش الأمريكي هنا. نعم. وبالتالي راح يجون ذريعة تصير، يعني انت تعرفين من يحمل راية الجهاد. نعم. ويقول كذا والجهاد. نعم. العالمي وضد الكفر العالمي وإلى آخره، شو يصير؟ وهي القاعدة كانت. نعم. شو يصير؟ يصير كون يجي للعراق وبلاد الرافدين. هذا. نعم. الكلام تدرين هذا يعني من صارت التوحيد والجهاد وين؟ في بلاد الرافدين. ذريعة حقيقية موجودة. طيب. لأن يقول لك هذا محتل. طيب. بعد والأمم المتحدة قننت وقررت أنه احتلال، وهو قبل الأمريكان قبل بأن يكونوا هم شنو احتلال. نعم. ولذلك تحملوا المسؤولية الأمنية. والناس اللي كانوا موجودين، يعني احنا قلنا إذا تتحملون المسؤولية الأمنية في حينها أيضا. نعم. من 2003 وبحديث معهم، إذا تحملوا المسؤولية الأمنية سيربك وضع العراق. طيب. وسنعيش القتل. واحدهم أجابني، واحدهم كان براغادير اللي هو عميد أو رتب عميد، قال شلون؟ قلت له أنتم ما تعلمون شيء، مثل أنا هسه أروح الكاليفورنيا، انا ارد اروح الكاليفورنيا وتكلفوني مهمه شنو امنيه، ايش مدرين يا هو اللي بالمخدرات يا هو اللي تاجر مخدرات، ايش مدرين يا هو اللي عنده عصابات، ايش مدرين يا هو اللي عنده مافيات، اعلم انا لا اعلم، وانما اعتمد على من؟ على ناس تجيب لي مصادر. اذا المصادر من نفس العصابات ومن نفس المافيات كيف تكون؟ راح معناها تورط، انتم ستتورطون في العراق. هذا التورط هذا الذي حصل. طيب، بكونك كنت مسؤول عن ملف المصالحه الوطنيه وقريب أيضا من المعارضة آنذاك، برأيك الخلاف والصراع في العراق ما بعد عام 2003 هل كان وما يزال هو صراع مذهبي أم ماذا؟ لا، هذا اللي بوس الصراع المذهبي يسمونه. نعم. هو صراعات سياسية حتى في قبل، حتى بتاريخنا من صرنا سنة وشيعة ما أدري شنو كذا، هي صراعات سياسية لا أكثر ولا أقل. صراعات سلطة. ليست صراعات مذهبية، هي صراعات سلطة. لكن المذهب شو نسوي تحت أي عنوان حتى نجر الناس ونجيب الجماهير؟ نعم. نتكلم باسم المذهب. فيصير نتكلم باسم المقدسات. المقدسات وين تروح؟ تروح للضمير الإنساني، للوجدان الإنساني. نعم. تحركه فيتحرك الإنسان مو العقل. هذه المشكلة العظيمة، وبالتالي تلبست القضية بالدين وكذا والاعتقاد والشرعية هذا. أما هو خلاف سياسي حقيقي، والخلاف السياسي عليه من منصب، منصب على المصالح والمطامع. بالتأكيد. في من السياسة ما يفترض بها أن تكون مصالح ومطامع. مصالح إذا كانت تسمى بالمصالح العليا اللي هي مبادئ، المصالح العليا للأمة مبادئ، لكن مصالح فئة، مصالح طرف، مصالح مكون، هذه بصراحة هذه التي أخفقت بنا وأخفقنا بها. طيب، بحكم خبرة دكتور عمرو الخزاعي سياسيا وبرلمانيا، هل ترى بأنه اليوم النظام الرئاسي بات أصلح للعراق أم سيبقى النظام البرلماني هو الأصلح؟ إذا
بنينا دولة المواطنة النظام الرئاسي هو الأصلح. طيب إذا لازنك لازلنا فرق ومذاهب النظام النيابي هو الأصلح. نحن بحاجة إلى أن نفتت قضية المذهبية والعنصرية والقومية وإلى آخره بالتدريج. نعم. ونبني بدولة مواطنة ونشيع ثقافة المواطنة. عندما يتساوي العراقيين بهذه الطريقة ديش الساعة النظام الرئاسي هو الأصلح، لأنه أيسر للتنفيذ. أما الآن لأن هذا الأمر ما حاصل، طيب، فالنظام النيابي هو الأصلح. طيب لنذهب ونتجه إلى أروقة مجلس النواب. محاصصة موجودة في أروقة مجلس النواب، وهناك كتل سياسية متفقة في وجهات النظر على الأقل. إذن لماذا لا تمرر قوانين مهمة للشارع العراقي والمواطن العراقي وتبقى حبيسة أدراج مجلس النواب، في حين أنه ممكن القول في ظل التوافق في وجهات النظر بين الكتل السياسية من الممكن تمرير هذه القوانين بأغلبية أو شبه أغلبية؟ أولا القوانين تقريبا مهمة مرت. طيب. بقى في قانونين مال مجلس الاتحاد، قانون المحكمة الاتحادية. أما قانون الأحزاب اللي هو مهم مر. طيب. عندنا بقى قانون النفط والغاز أيضا بعده. قانون تجريم حزب البعث مر، هذا قانون مهم. قانون الحشد الشعبي ذاك اليوم مر، هذا قانون مهم. لكن أرى اليوم تعارض. ما يخالف، لا رأيي شوف، طعن من قبل العراقية تريد الطعن. هو هنا مفهوم التطوير السياسي عندنا. الديمقراطيات، أنت هسه شفتي تابعتي عملية الصراع الانتخابي بين كلينتون وترامب. شفتيها؟ نعم. بس هسه خلص فاز ترامب. شنو صار؟ راحت كلينتون باركت له، طبيعيه جدا، يجوز هسه اذا يعينها فشي تشتغل وياه حسب الاصول. نعم. مو تحكي عليه بعد ما تهدم منه بعد ما بعد الدعمه. نعم. هذا النظام الديمقراطي. احنا عندنا بفهم سوء فهم للنظام الديمقراطي. احنا عندنا هذا يصارع وياه ويتنافس وياه، ابقى اتنافس وياه للابد لما نطيحه. اذا فاز كون اطيحه بالدوله الثانيه. هذا المشكلة العظيمة موروثة عندنا في تقاليدنا وهو خطأ. شو نسميها أنت من يا نوع من التربية اللي موجودة عندنا عايشينها؟ هذا خطأ. يراد لنا نضج ديمقراطي وسياسي إلى درجة أننا نتفاهم. نعم نختلف، وأنت تروج لنفسك وأنا أروج لنفسي. نعم. والمفروض أروج وتروج بالصدق والأمانة والإخلاص، ثم بعد ذلك إذا فزت أنت أنا أكون داعم لك، لأن هذا أنت مو لنفسك، أنت نعم. لبلدنا جميعا. وإذا فزت أنا أنت داعم إلي، مو تظل تهدم بي 4 سنوات 5 سنوات. أنت ما عندك شغل وعمل فقط بالإعلام بالفضائيات شيء إلا تهدم الدولة، وإلا بالله عليك هذه الانتصارات في الفلوجة العظيمة، انتصارات نعم. للعراق تأكيد. هذه الانتصارات بالأنبار، هذه الانتصارات على داعش، وين الإعلام من عندها؟ يعني فضائية وفضائيتين تتحدث بها حتى يحسبونها الفضائية نفسها مثل الحشد الشعبي يذبون هيك بالطريقة هاي، وين راح هذا الإعلام؟ زين إذا كان الإعلام محايد أين الكلمة المنصفة في هذا الإعلام؟ يعني أنت إذا تقول تحكي الصدق وتقول الحكومة كذا وما أدري شو وتتحدث بطريقة أنك تريد الحقيقة والمحايدة، ليش هاي مو حقيقة؟ انتصار العراقيين بالفلوجة على بؤرة إرهاب مو حقيقة. بالبغدادية زين الانتصار على الفلوجة هو مو ضرب لرأس الدولة ما يسمى بالدولة الإسلامية. زين هاي وين هاي هسه؟ أين هذه الانتصارات العظيمة والتحرير العظيم للعراق والعراقيين في فضائياتنا وفي الإعلام؟ وين أنت شوفي هذا التنافس فيما المفروض شو يصير؟ هذا قضية للعراق للوطن، ما له علاقة فلان سواها هو، مو فلان هو، اكو واحد رئيس وقام راح رئيس الوزراء واحد يهوس وضربهم بالطريقه هاي، شنو رش عليهم كيمياوي؟ مو هيك، هو بالعراقيين. نعم. بالغياره، بالحشد الشعبي، بالقوى الامنيه، بالبيشمركه، بالعشائر، بكل الناس. نعم. بكل العراقيين يتعاونون معهم. لماذا هذه؟ اين هذه الانتصارات في الاعلام؟ فاذا الامور سميها ما شئت ان تسميها مؤدلجه، الامور تسير بطريقة تنافسية مو صحيحة. أمرار التنافس صحيح بس هاي الطريقة مو صحيحة. طيب اليوم
الحشد، القوات العراقية، بيشمرق، عشائر، كلهم تكاتفوا لتحرير الموصل. وجدنا بأنه فعلا بهذا التكاتف تحققت نسبة كبيرة من التحرير للقرى، إنجازات كبيرة في وقت وزمن قياسي كبير. هذا الوقت والزمن القياسي إذا عدنا إلى الوراء، الحشد الشعبي عندما تكاتف مع القوات الأمنية لتحرير المناطق الغربية وآمرلي وقرتب وحمرين وغيرها، أيضا كان تحقيق انتصارات كبيرة من قبلهم في زمن قياسي يعني قليل جدا. يمكن هذا الزمن القياسي وجه صفعة وهز حتى أركان البيت الأبيض، وكانت هناك اتهامات كثيرة للحشد الشعبي. هم يبرئون ساحتهم اليوم بأنهم صحيح يقدمون يعني الضحايا والتضحيات وشهداء، لكن بالمقابل يحررون الكثير من أرض وعرض العراق. البرلمان اليوم ماذا قدم للعراق؟ البرلمان هو صوت العراقيين الناطق، مفروض أنه كان يكون مع العراقيين، لكن كل شخصية مع احترامنا للجيد منهم طبعا يخرج مع حزبه ببرنامج انتخابي ووعود كثيرة، بعد أن يتسلم المنصب ينسى ناخبيه ويفكر في ما يهم مصلحته، نفسه، فئته، ثم حزبه، وبعدها إن الله العراقيين. اليوم مثلا اللجان البرلمانية يقال بأنه الفساد وصل حتى إلى دائرات اللجان البرلمانية، بالمقابل يقال بأنه اللجان البرلمانية كانت فاشلة في الحد من هدر المال العام على منطقة عامة سورية. هي مجموعة أسئلة صارت، مجموعة آراء وتصورات. على كل البرلمان العراقي إلى مسؤولتين، المسؤولية الأولى تشريع القوانين، والمسؤولية الثانية الرقابة. طيب، مفهوم كلام عن فساد في اللجان ممكن عمليا ما يصير. فساد في اللجان شو؟ ما يصير، لأن ما له علاقة لا بأموال لا بشي لا كذا. طيب نعم، فساد في الأفراد وارد وليس اللجان. يعني شو من الأفراد وارد؟ يعني نائب قد يذهب بطريقة أو ما بطريقة ما يبتز، وهذه نادرة، هذه نادرة. هو يعتبر نفسه مو مبتز، هو يعتبر نفسه يريد يقدم خدمة للشعب عندما يذهب إلى الوزير حتى يعين له. طيب يذهب إلى الوزير فلان حتى يعين له كم واحد، يقول لك أنا أريد أقدم لشعبي هكذا لأن الناس انتخبتني. بس هي مو هاي الطريقة الصحيحة، لأن أنت إذا عين لك الوزير كم واحد، مرة ثانية إذا شفت فساد شو تسوي؟ تقدر تتكلم على هذا الوزير؟ تقدر تنتقد هذا الوزير؟ ما تقدر تنتقد. وبالتالي أكو طريقة خطأ في التعاطي، هذا البعض الافراد يسوونه، بعض الافراد. ما ممكن شيء اسمه فساد في اللجان البرلمانيه، مثل ما قلت لك الافراد اللي هم راح يروح منه، يروح منه الرقابي. نعم. يروح منه ما يقدر يراقب، هذا واحد. الشيء الثاني لا، الممارسات التسقيطيه اللي هي لا يعني لا تكون على اساس وثائق حقيقيه، يعني يطرح لقضيه سياسيه يريد يطيح بذلك لانه من الكيان السياسي الفلاني، فيذهب ويقول يابا كذا كذا، حتى شعله اثنين كلمتين ثلاثه. قبل كانوا يتفقون وين البغداديه، يروحون يقعدون الساعه 9 حتى يسقط فلان، حط عندهم خطه. نعم. عندهم خطه نسقط فلان سياسي وفلان سياسي وفلان سياسي، فيروحون يقعدون بمال برنامج الساعه 9 اليوم حتى يحشون على فلان، باكر يحشون على فلان، عقبه يحشون على فلان. هذه طريقتهم وكانت اتفاقاتهم هكذا. هذا جزء من التنافس السياسي، بس هذا التنافس هابط. السياسة خيارين، إما تنزل للحضيض عندما تكون سياسة مصالح ذاتية، أو ترتقي في السلم عندما تكون سياسة مبادئ. هذه الحقيقة. طيب، بجواب سريع جدا، هل الدستور العراقي مع أنه كتب بأيدي عراقية من قبل الساسة المتواجدين في الحكم أو الأحزاب المشاركة في الساحة السياسية العراقية فيه أخطاء؟ بلا شك. طيب، أي فقرة بالدستور تستفز دكتور عامر؟ الفقرة اللي فيها فيتو لثلثي ثلاث محافظات. هل من الممكن تعديل الدستور؟ المفروض بعد هذه، يعني هسه الآن هذه الدورة احنا طالبنا، وسيد رئيس البرلمان قال تشكل لجنه لدراسه الفقرات الدستوريه، والمفترض المفروض ان الكتل ارسلت بممثليها الى هذه اللجنه، وننتظر الاجتماع الاول.
أولا هي تجربة مراجعة. الدستور الأمريكي تغير أكثر من 80 مرة خلال 200 سنة. طيب. أكثر من 80 مرة. وطبيعي جدا هو مو قرآن نازل حتى بعد خلاص انتهت القضية. لا. اليوم اكتشفنا أنه في العمل أن هذه القضية مو عملية. حتى تصير عملية يكون نشوف لها دستور نفس تفتيش الشعب عليها. والاستفتاء هم سهل لأن احنا صارت عندنا انتخابات. نعم. هم مجالس محافظات هم برلمان بالنتيجة نقدر نستفتي مع أحد هذه الانتخابات. مو صعب مو معقد. نعم. فإذا نحن بحاجة إلى تغيير فقرات دستورية بكل ما توقفنا عنده وأعاق حركتنا السياسية الصاعدة. نعم. وين خلال هذه 13-14 سنة. إذن وزير الدولة للشؤون المصالحة السابق وعضو مجلس النواب الحالي الدكتور عمرو الخزاعي، شكرا لسعة صدرك ولوقتك معنا في حلقتنا لهذا اليوم للتاريخ. شكرا لك ونتمنى لكم الموفقية، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام للتاريخ. سنلتقي بكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الوقت دمتم في حفظ الرحمن وعونه. إلى اللقاء.